الكرامة ديال الناس، هذيك الشروط فاش موضوعين هاد الناس لا تحترموا الكرامة، ما كتحترماش. ملي كنلقاو الناس ملي كتبغي توضى كيف قال الشاب خصو يطلع حتى لقرن الجبل، المرأة ما مشاتش للحمام 8 شهور، ولا إلا بغاو يمشيو خصهم يتبلاصاو 80 ولا 100، فين هي الكرامة ديال الناس؟ فين هي لا دينيتي؟ ملي كنلقاو 4 متر وعلى 4 16 متر كارية ولا 12 متر كارية فيها أسرة ممتدة، الراجل والأبناء ديالو، فين هي الكرامة؟ فين هي الحميمية ديال الإنسان؟ فين كنلقاو الباش الخيام باقي الحال الخيام؟ فين هي الكرامة ديال الناس اللي كيدوز عليهم بزاف؟ وكنقول وكنحضر الدولة وكنتسنى أنهم يسمعونا، إذا كان الحريق اليوم ديال إيجوكاك وحنا عندنا اليوم 27 درجة حرارية، فراه ملي غتوصل 46 47 راه ممكن العافية تشعلها بوحدها في هذوك الخيام بلا بوطة بلا حتى حاجة. دونك راه يجب حل المشاكل قبل الصيف، لأنه راه يقدروا هذوك الناس يتشوطوا، وهنا راه المسؤولية قائمة ديال الدولة. هذاك زيد أسيدي احترام، ما كايناش احترام حقوق الإنسان. كنزيد حاجة أخرى باش نسالي، وما واضحينش معنا الدولة. ديك النهار داروا واحد الصندوق قال لك راه شي مؤسسة عطات مليار، سميتو على المحافظة العقارية عطات مليار، عندنا الدعم اللي جا من ذاك التأمين الدولي واحد 500 مليون، واحد تقريبا 5 مليار ديال الدرهم. فينا هو هادشي؟ راه هادشي كتشوفوا راه كيديروا غير المنظمات والناس، ما كاين لا إصلاح للسواقي، ما كاين لا معالجة هذا، ما كاين لا إزالة الأتربة، ما كاين لا إزالة الركام. في مراكش قال لك أسيدي تعاقدوا مع شي مقاول 50 مقاول لإزالة الركام. دابا كاين فينا هي ما معلقين حتى أفيش اللي كتحدد لنا مدة الإنجاز، واللي كتحدد لنا التكلفة ديال الإنجاز والآجال ديال الإنجاز، ما كاين حتى حاجة. شنو هو هذا الشيء؟ إذا حنا كنقول خاص الدولة تعمل الشفافية وتقول بأنه هاد المناطق المنكوبة راه منكوبة حقيقة قبل الزلزال، وازدادت نكبا وازدادت ضياعا، خصها تحمل المسؤولية. وهذا التقرير غادي نعطيه لكم والتصريح الصحفي، وغادي ندوز للشهادات ديال وغادي ندوز للشهادات، عندنا بعض الشهادات.